طب أستاذة أنا حبيت نسألك سؤال. نعم. هل كل شيء تافه مثلا كما طرقنا الموضوع قبيلة، مثلا درك معاك على بالكم على تكنولوجي انترنت تو سكي سباس دون لو موند، الراجل يحق له يكون عنده زميل شغل ولا المرأة ثانية يكون عندها زميل شغل مثلا، هذا غير سي ان بيتيت اكزومبل، ولا يعني في الحياة الطبيعية العادية يعني باي اكزومبل نشوفها الانسان في روحه، انت تكثري التواصل مع مع رجل او وزوجك يكثر تواصل مع مرأة، يكثر تواصل تمتم تجي الولف، تمتم تجي الألفة، لأنه التواصل الفكري قوي بزاف. صح.